قرآن وواقع. رحلات يومية من واقع الإنسان إلى حقائق الإيمان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يثبت الله المؤمنين إيمانا صحيحا في كل الأحوال. يقول الله تبارك وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، أي بالقول الحق الراسخ، وهو الذي يتكرر في القرآن كثيرا: لا إله إلا الله. كلمة التحرير هذه نقطة مهمة جدا، لذلك يعالجها القرآن في الآيات المكية وفي الآيات المدنية، في كل سور القرآن تقريبا. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذا هو القول الثابت. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الحياة الدنيا يستقيم على لا إله إلا الله، فيطيع الله تبارك وتعالى في كل ما أنزل. وماذا أنزل الله؟ أنزل الله أحكاما تشريعية تبين حقوق كل وواجبات كل من أفراد المجتمع مع زوجه ومع أولاده ومع الآخرين، وفي تجارته وفي صناعته وفي سلوكه، حتى يعيش مع الناس في سلام ويعيش الناس في سلام منه. هذا هو ما أنزله الله تبارك وتعالى، ويطبقه الإنسان عندما يعتقد ويعلم لا إله إلا الله حق العلم، كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فمن رسخ في قلبه الإيمان يثبته الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلبي على دينك. ونحن نتعلم من رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم فنقول: اللهم يا مثبت القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. قد لا ينتبه الإنسان لهذا التثبيت، يقول: أنا مؤمن وخلاص. ولكن أضرب لك مثالا واقعيا من ما يحصل عند الناس في المجتمعات الإسلامية طبعا. أما ترى بعض الناس كيف أنهم كانوا من أهل العلم وكانوا يدعون الناس إلى الله، وعندما تجاوزوا سن 50 أو 70 بدأوا يطيعون المخلوق ويأمرون الناس بأن يطيعوا المخلوق ويقاتلوا في سبيل بقاء هذا المخلوق الطاغية، أصبحوا يعني مشركين لله تبارك وتعالى من حيث يدرون أو من حيث لا يدرون. فهؤلاء الذين زلت قدمهم، أسأل الله العافية، نرجو الله أن يتولانا، وانحرفوا. ولذلك جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، يعني يظهر للناس أنه يدعو لله وعالم إلى آخره. إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا زراء، ما بقي إلا يموت على الإيمان ويدخل الجنة على هذا العمل الصالح. فيسبق عليه الكتاب، يعني يظهر الله عمله الحقيقي أنه لا يطيع الله ويطيع غير الله، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار، يعني يظهر منه الكفر فيدخل النار. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ما أدري إذا كان قدمت وأخرت، أعيد الرواية.
إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها، أي بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيعمل فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها، أي بين النار، إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إحدى النساء أيها الإخوة، شوفوا واحد من أهل العلم في آخر حياته صار عبد للمخلوق وترك العبودية للخالق لأنه جهل هذه الناحية المهمة من أركان الإيمان، كيف أنه يصبح من أهل النار، وكيف أن إحدى النساء ليست على دين الإسلام إنما هي على دين آخر. عندما أخذها ابنها إلى المستشفى فقال لها: أتحبين محمد صلى الله عليه وسلم؟ قالت له: إن محمد أمر بكل خير، أنا اطلعت على شيء من دينه فهو يأمر بكل خير وينهى عن كل شر. فقال لها السائق، سائق التاكسي الذي وصل المستشفى، قال: لماذا لا تقولي لا إله إلا الله محمد رسول الله وتدخلين الجنة وتكونين من المؤمنات؟ قالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وماتت المرأة بعد لحظات فدخلت الجنة. قبل دخولها المستشفى أخذها ابنها حتى يفحصوا قلبها ويفحصوا أوضاعها، ففي آخر حياتها. ولكن هنا نلاحظ أنها قالت مطلعة على الإسلام، تعرف وتحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يخطر ببالها أن تكون من أهل التوحيد، فسبق عليه الكتاب فأظهر الله ما في قلبها من الإيمان ونطقت بالشهادة ودخلت. وذاك الذي يعيش ويعلم الناس ويظن الناس، وكثير من الناس يدخلون الجنة بتوجيهاته وتعليمه، وهو عندما شز وانصرف وانحرف عن طاعة عن الطاعة والعبودية لله وكان عبدا لغير الله يدخل النار، كما يدل على ذلك النصوص الصحيحة الصريحة في الكتاب والسنة. ولذلك قال الله تعالى في آخر هذه الآية: ويضل الله الظالمين، أي المشركين اللي في قلبهم شرك وحب لغير الله. الحب يا إخواني عندما يزداد عن حده الطبيعي يجرف الإنسان العبودية لغير الله. أما تتبع قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فعندما يزداد حب الإنسان لشيء ينجرف معه عقله وفؤاده وعواطفه وينسى كل شيء، ينسى الله وينسى الدين وينسى كذا، ويظن أنه على شيء وعلى الحق، فيضل ويصبح مشرك. ويضل الله الظالمين، أي هم انصرفوا وانحرفوا وأشركوا فأصبحوا من الظالمين، فيضلهم الله. ويفعل الله ما يشاء، الله هو المتصرف في الكون والمتصرف في عبيده، يفعل ما يشاء. لا حجة لإنسان على الله أن يقول له: أنت أضللتني يا الله. لا، الإنسان باختياره وإرادته يختار الطاعة والتبعية لله أو يختار الطاعة والتبعية لغير الله، فيكون من المجرمين المشركين الذين يكونون على غير الإيمان الصحيح. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا بقوله الثابت وأن يجعلنا من عباده الصالحين. وأما تثبيت الله الإنسان في الحياة الآخرة، يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا والآخرة، عند نزوله القبر يثبته الله، فعندما تأتي الملائكة يسألونه: من ربك؟ فيقول: ربي الله. ما دينك؟ دين الإسلام. ما شأن الرجل الذي بعث فيكم؟ محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه واعي منطبع في قلبه الشهادة على حقيقته: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أما الكافر الذي تعلق قلبه بالدنيا أو بشياطين الإنس والجن أو بالعبودية لغير الله، عندما يسأله الملكان في بداية نزوله للقبر: من ربك؟ فيقول: ها لا أدري. فيقولون له: لا دريت، ويضربونه بمقام عام حديد يسمع صراخه كل شيء إلا الثقلين، يعني الإنس والجن ما بيسمعوا، ولكن حتى الحيوانات يسمعون. أما تجد إذا كنت راكب فرس ومررت في جبانة، تجد الفرس تفتح آذانها وتتجه هكذا وهكذا لأنها تسمع أصواتا للأموات أنت لا تسمعها. فاتعظوا أيها الناس وكونوا مع الله ولا تكونوا مع المخلوق، تسعدوا في الدنيا والآخرة، خلقكم الله ليسعدكم بطاعته وبتحرركم عن العبودية لغيره،
فاشكروا الله على هذه النعمة العظيمة التي هي أعظم النعم، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع قرآن وواقع والشيخ الدكتور عبد الله سلقيني. Thank you.